وللحديث أكثر معنا عبر الهاتف الأستاذ أسامة الماجد، كاتب صحفي بصحيفة البلاد، الفائز عن فئة أفضل عمود رأي. بداية نبارك لك هذا الفوز، وهل حدثتنا عن أهمية هذا الفوز بالنسبة لك؟ نعم، شكرا لكم على الاستضافة. حقيقة بداية هن إخواني وأخواتي العاملين في ميدان الصحافة على هذا الاهتمام الكبير واللامحدود الذي يوليه سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل بلاد مسد حفظ الله ورعاه بالصحافة البحرينية. هذا الاهتمام الذي يمدنا بزخم الثقة بالحاضر والمستقبل، والصحافة كما قال عنها جلالته هي عنوان المشروع الإصلاحي وشريك أساسي في مسيرة التنمية الشاملة ودعم التطور الديمقراطي. وكل الشكر والتقدير أيضا إلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس وزراء وحفظ الله ورعاه، وحرص الحكومة الموقرة على الارتقاء برسالة القطاع الصحفي. ونستذكر في هذه المناسبة كذلك سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه، الذي كان رحمه الله يولي الصحافة والصحفيين كما نعرف اهتماما كبيرا، وبصفة خاصة كتاب الأعمدة، وفي كل مناسبة كان رحمه الله يشيد برجال الصحافة والإعلام. أخي العزيز، الجائزة التي حصلنا عليها هي جائزة الجميع، على اعتبارنا للصحافة والكلمة مساهمة كبرى في تقدم المجتمعات. ونحن لله الحمد في البحرين لدينا صحافة حرة مسؤولة، دعمها الأول سيدي جلالة الملك حفظ الله ورعاه. فالأقلام الوطنية والصحافة سلاح حقيقة من أسلحة الدفاع عن البحرين الغالية، بل قوة ضاربة وتضحية وفداء. ختاما أخي العزيز، كلنا أنا وأخواني وأخواتي الصحفيين في خدمة البحرين والعمل بسلاح الكلمة ومخاطبة العالم عن إنجازاتنا القريبة والبعيدة وتعزيز وحدتنا الوطنية وروح التعاون والتسامح والمحبة. نعم، الكاتب الصحفي أسامة الماجد بصحيفة البلاد، شكرا جزيلا لك.